السلام عليكم، شحوالكم البنات؟ ان شاء الله راكم بخير. كيما وعدتكم في الفيسبوك تاعي في ستوري حطيت لكم راح ندير لكم موديل فيه لامونش ضلمه. انا هنا راح ندير الدرس الاول، هذا راح يكون درس نظري، نوضح لكم وش هو الموديل تاعنا وكيفاه نستخرجوا الباترون تاعنا في هذا الموديل. الفيديو الثاني بربي ان شاء الله راح يكون تطبيقي على القماش، لان القماش تاعي شريت له السلعه تاعو، راح يكون الفيديو الثاني تطبيقي طريقة الفينيسيون والخدمة تاع الموديل، تشوفوا كل المراحل. هنا أنا واش عندي؟ عندي الباترون تاعي الأساسي، راح تحطي القياس تاعك نورمال، أنا هنا حبست عند خط الخصر، ثم تكملوا الموديل تاعكم ونعد تديروا عند منطقة الأوراق، يعني تحدي الطول تاعك من راح يكون تاع الموديل. من بعد تحطي كامل القياس تاعك عادي. عندكم في الموديل تاع لامونش دولما هذا ولا لامونش منه فيه، راح يكون الامام والخلف زي بعضهم في كلش، لانه هنا الخياطه اللي تكون هنا في تحريف الابط ما كانش، راح يكون كلش مع بعضها مع بعض الاختلافات. مرات القماش ما يكفيناش، نضطر ان نديرو خياطه، بصح لا فورم هي هي. الرقبه تاع الخلف راح تعود عندي 3، الامام 14. كامل القياسات تاعنا راح نحطوهم. اول حاجه راح نديرها في هذا الموديل وهي نحدد الفضفضه تاعي. هنا لي بانس تاني ما نحتاجوهمش، راح تحطوا قياس تاع الخصر تاعكم عادي، الصدر كلش نورمال. من بعد نديرو هنا الفضفضه. هذا الموديل البنات راه يجي عريض، يعني ما يجيش سير تاي، يجي عريض عليك، والعرض هنا يختلف على حسب الموديل اللي راح ديريه. انا هنا مبدئيا راح نحدد زياده، راح نقول 4 سنتيم، هنا تكون في النقطه هذه. نزيد نجي هنا في الاسفل ونحدد 4 سنتيم، راح تكون عندي الخط تاعي بالشكل هذا. اذا كان الموديل تاعك طويل حتى للركبه، راح تهزي الطول تاعك حتى للركبه، تكملي القياس تاع الاوراق وديري نفس الزياده هذه كما درت انا وترسمي الشكل نتاعك. من بعد راح نروح هنا عند لامونش. شوفوا هنا احنا هنا درنا ميله الكتف، بس هذا انا هنا باه نوضح لك الباترون تاعك الاساسي وقياساتك. راح تروحي على خط مستقيم من هنا، نرسمه بشكل خط مستقيم، يعني تحريفة الابط هذه ما نحتاجوهاش، ماناش راح نخدمه بها. راح تجي من النقطة هذه، شوفوا هنا الابط نتاعك منين بدا، من هنا من النقطة هذه راح تحدي طول الذراع. انا نفرض الذراع نتاعي في 60 و54 ليسونسيال، هاهو الذراع تاعي، نقول انا فرضا 54، منين بديت 54 هذه؟ راني بديتها من هنا الى هنا، بس حوشي درتها بخط مستقيم. من بعد تروحي هنا تحدي العرض، العرض تاع لامونش تاعك هنا واش حابه. هنا الموديل البنات مش راح يجي عريض كيما راني لابسه العبايه هذه، لا راح تهزي العرض العادي تاع لامونش تاعك. انا نفرض هنا نقول ندير 30 سنتيم ولا 24 سنتيم، راح نهبطو هنا ب 12 سنتيم. انا قياساتي هنا راهي وهميه برك، هبطت هنا ب 12 سنتيم، يعني الدوره تاعي كامل راهي 24 سنتيم العرض تاع المعصم. يعني هنا راح تتحدد عندي الزاويه تاعي تاع لامونش دولما، راح تعود من النقطه هذه، وهنا راح نحصر الزاويه نتاعي تاع العمل هنا بالشكل هذا. يعني هنا الانحناء تاعك هنا تاع لامونش راح تعود في الحيز هذا هنا في هذا المثلث هنا بالبيروكي ولا واش عندك هنا ولا حتى بيدك، ترسمي هذا الخط المنحني. انا راح نديرو الماركور الكحل، ما بغاش يمشي هكا، به على الاقل يعود عندكم الاختلاف باين. رسمت الخط نتاعي، راح نحي الخطوط هذه اللي درتها باه تبان لا فورم تاع المونش. هنا هذه الفضفضه هاي هنا خلاص، ما نحتاجش هذا الرسم كامل، هذه الخطوط ما نحتاجوهاش. هكا راح تعود الفصاله نتاعي. حاجه واحده هنا ملاحظه،
هنا ماناش غنخلوه خط مستقيم. شوفوا هذا الموديل البنات كي تخليه كيما هكا وتجي تروحي تلبسيه راح تلاحظي بلي البلاصه هذه لداخل راح تعود مجبوده من هنا راح تتجبد. هنا واش راح نديرو؟ راح تخرجي من هنا بواحد سنتيم، هنا الخرجه تاعك بواحد سنتيم وترسمي هذا الخط المائل. هنا عندنا واحد سنتيم خرجنا بها، يعني هنا هذا الخط راح يتنحى. هذا هو لامونش تاعي هكا باه يمدلك اريحيه في اللباس. من بعد هنا واش تبقى لك؟ راح تحطي الباترون تاعك على القماش، ديري جهه تاع الامام وديري جهه تاع الخلف، هو يعني في الاساس تفصليهم مع بعض. الاختلاف وين راح ديريهم بعدا؟ في الرقبه تاع الخلف تهبطي بثلاثة، الامام تهبطي ب 14. هذا هو البنات الموديل تاع لامونش دولما، كاين قدام وحده قلباته. وبما اني راح نخيط لكم هذا الموديل للشتا لكتب ربي، سيرتو اللي خيطوا في الديار ويخيطوا رواحهم يحبوا يعرفوا لي موديل تاع الشتا واش كاين جديد. البنات هذا هو الدرس تاع اليوم، ان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله راح يكون درس تطبيقي للموديل هذا، راح تشوفوه في الزاويه تاع الفيديو هذا كما قلت لكم، تشوفوا الصوره. هذا هو اللي راح نديروا عليه درس تطبيقي للمره الجايه. عندي ملاحظه ثانيه، هذا لامونش البنات راهي عندها زوج طرق، كاين الموديل اللي يكون هكا خط من هنا مستقيم، وكاين اللي لا يجيب بشكل خط مائل ولامونش في روحها تزيد تهبط بما انه تخدمت على خط مائل. يعني هنا نخدموا على الميله تاع الكتف، من هنا تبدا الفصاله نتاعي. هذا راهو موديل اخر لامونش، هذه فيها زوج. كاين عندي ملاحظه، كي طبقوا على القماش البنات كاين مرات ما يكفيناش القماش باه نديروا هذا الموديل، نضطر نديروا قصه هنا وتكملي لامونش تاعك بخياطه هنا. يعني هنا راح تكون عندك خياطه، هذا ما يغيرش حاجه في الموديل نورمال. هنا حبيت نعطيكم الملاحظه هذه لانه هذه تقدري تغيريها انت حسب الرغبه تاعك، حتى وكفاك القماش حابه تغيري في الموديل ديري فيه خياطه هنا، سيرتو اللي تحب دير هذا كولير وهذا كولير. وكاين اللي ما يكفيهاش القماش تضطر للحل هذا. هذا الملاحظه تاع له مدهم لانه كاين كي نحط لهم درس على زوج اجزاء يتبعوا جزء واحد برك ما يكملوش المعلومه في الفيديو اللي بعده، ويطرحوا عليا الاسئله يقولوا لي جاوبينا على السؤال تاعنا والاجابه تاعو تكون راهي في الفيديو الاخرين. ثاني البنات وعدتكم ندير لكم فيديو على الماشينه جاكي، لقيت ياسر بنات يعني فرحوا بالحاجه هذه قالوا لي حطي لنا كل المعلومات عليها. بربي ان شاء الله ثاني راح تكون في الفيديو الجاي ان شاء الله. نخليكم البنات ونتلاقاو مره اخرى بربي ان شاء الله.